اختتمت اليوم فعاليات مؤتمر البحرين الدولي الثاني بشأن استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والعدلية الذي نظمته النيابة العامة والمجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي على مدار اليومين الماضيين بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ومركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، حيث خلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات وتوافقات بشأن استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والعدلية. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة موزة النعار رئيس نيابة الاستئناف. مرحبا بك أستاذة موزة في نشرة أخبار الثالثة. إذا ما هي أهم النتائج والتوصيات التي تم الوصول لها في ختام جلسات المؤتمر الدولي الثاني الافتراضي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثاني الافتراضي حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والعدلية. ومن مخرجات ذلك المؤتمر عدة توصيات على المستوى الوطني والخليجي، أبرزها التوافق على تعريف موحد للذكاء الاصطناعي وتحديد نطاقه في مجال العدالة، والعمل على إعداد مشروع قانون وطني ينظم المسؤولية الجنائية الناجمة عن التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كذلك الاستمرار في عقد البرامج التدريبية والندوات وورش العمل والاجتماعات التنسيقية بين أطراف منظومة العدالة الجنائية والمختصين من المراكز المعنية بموضوعات الذكاء الاصطناعي للاطلاع على أحدث التجارب الدولية الناجحة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والعدلية، وتشجيع البحوث الوطنية في مجال تحديد المسؤولية الجنائية والمدنية لاستعمالات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إنشاء لجنة أو فريق من المختصين في تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي تعمل تحت رعاية النيابة العامة لبحث الاستراتيجيات واقتراح آليات الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة الجنائية، وضرورة تنظيم معايير استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والعدلية من الناحية الأخلاقية، وذلك على مستوى خليجي لضمان عدم خروج تطبيقات الذكاء الاصطناعي عن الأطر والقواعد التي يتعين مراعتها. أخيرا وليس آخرا، إنشاء مركز خليجي مشترك يعنى بتسجيل وأرشفة اختراعات الذكاء الاصطناعي التي يتم تجربتها على أرض الواقع، دراستها وتسجيل آلية حوادث ترتكب من خلالها وتفصيلات ذلك. نعم، الأستاذة موزة النعار رئيس نيابة الاستئناف، شكرا جزيلا لك.